حاتم النجيب رجع لنا تاني. اتفضل يا استاذ حاتم، يعني لماذا ارتفعت اسعار الخضر والفاكهه 32% بهذه النسبه يعني في شهر واحد؟ بدايه خلينا بس ناكد ان احنا الحاله الجويه هي المؤشر الوحيد العامل الاساسي لزياده المعروض او انخفاض المعروض في الانتاج. طبعا حصل عندنا موجات ساقعه شديده جدا في الشهور السابقه ادت الحاله الجويه، الجو يعني المناخ، المناخ غير المناخ ده اللي كان احد اسباب التحركات السعريه في الشهور السابقه، وتحديدا الشهر السابق ان احنا كان عندنا فجوات انتهاء عروه صيفيه شتويه وبدايه عروه صيفيه. اول في كل العالم بالنسبه لهذا الترقيم بيحصل تحركات سعريه وترجع عندها نقطه طبيعيه. يا استاذ حاتم 32% يعني هو انا بقول ان عندي خفض في معدلات الانتاج، وكان عندي تغيرات يعني برضو كمان انتهاء عروه زراعيه وبدايه عروه زراعيه اخرى، ده ادى لنقص معدلات الانتاج. وكمان اللي احنا كنا مرجو منه من خلال العروه الصيفيه اللي كانت المفروض في 15/3 ترحلت نتيجه الصقيع والتغيرات المناخيه في شهر مصر، ترحلت لغايه شهر 4، ده اللي ادى لخفض معدلات الانتاج والمرجو من العروات الصيفيه اللي هيأتينا في مواعيدها الطبيعي. ولكن احنا بنقول دلوقتي في كل يا استاذ حاتم في كل المزروعات يعني ازاي يعني؟ كان عندي اكثر تاثير يعني طماطم وخيار وفلفل وباميه وفاصوليا كل حاجه. اولا انا ما كانش عندي باميه لسه، باميه مبشره ماشي، ما كانش عندي باميه تمام، باميه في الصيف. احنا بنتكلم في منتجات زراعيه اللي هي بنقول اللي اساسيه. انا كان عندي البطاطس مستقره، انا كان عندي ارتفاعات الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان، الان في انخفاضات لابد نذكرها. لماذا؟ لان انا عندي مزيد انتاج داخل الاسواق الان، عندي تحركات سعريه في انخفاض، لابد المشاهد دلوقتي اللي بيسمعنا يعلم هذا الكلام. لكن الشهر السابق كانت نتيجه حاله جويه واستشارة المنخلة. احنا عندنا دلوقتي مشكله، لا ما طب ممكن اقول لك حاجه؟ معلش انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه، هل هي فعلا كانت فقط اصل 30% ده كبير، يعني 32% في الخضار و11.9 من 10 يعني 12% في الفاكهه، ده كتير. انا برضو عندي سؤال، يعني ما احناش يعني في الصقيع، يعني الدنيا حررت شويه، الجو سخن شويه، اللي هو انا بكلمك في شهر ابريل موجتين حر، يعني مش هم دول اللي هيموتوا المحصول. أنا سؤالي دلوقتي، أليس ذلك، هل معلش خلينا بس نسأل، هل ده مش ممكن يكون إنه التجار قال لك إيه، هي الدنيا هتزيد والأسعار هتزيد والأسعار عليا هتزيد، ما ألحق أزود، خاصة إن في طلب في رمضان، خاصة أنا ما بتهمش حد، أنا بس بقول لك يعني رمضان الكريم أولاً معلش كان عندنا أهل لا الخط وحش نوع من انواع الانضباط في الاسعار في بدايه رمضان. احنا غادينا كان عندنا انضباط في الاسعار. طب انا مش سامعاك برضو، حضرتك في مكان صعب شويه، هحاول اكلمك تاني، بس انا برضو معلش انا اسف، انا عند منطقه صعبه قوي ان انا بقول انه 32% 12% دي زيادات شويه. استاذ حاتم بيقول انها تغير الجو والعروه الصيفيه والعروه الشتويه والكلام ده كله، تمام، الرقم كبير يعني، معلش الرقم الزياده دي كبيره، خاصه دي حاجه بتتزرع عندي في الارض، فبرضو يعني رفقا بالناس هنحاول نرجع له تاني، بس اصل ده رقم الحقيقه ما قدرتش ان احنا نعديه كده. افهم ان التضخم مستورد، لكن يبقى اعلى معدل تضخم عندي في الخضار والفاكهه المزروعين في البلد؟ لا. طيب عندنا اخبار اقتصاديه اخرى، لكن سنذهب الى طب استاذ حاتم انت سامعني؟ طيب رجعت لي تاني؟ سامع سيادتك يا فندم. طيب ارجع تاني لاخر سؤال معلش، هل ده ما يكونش زيادات من التجار علشان تحوط عشان حياتهم بتزيد وكل حاجه بتزيد؟
احنا بنقول يا استاذه لميس دلوقتي احنا عندنا تحركات سعريه للانخفاض، لان احنا عندنا مزيد دلوقتي من العروض الصيفيه ابتدى يخش بغزاره داخل الاسواق الجمله، وده هينعكس في اسواق التجزئه، واللي هشعر بيه المواطن بقالنا اكتر من 10 ايام دلوقتي في انخفاضات. يعني انا عندي بتنجان، فاصوليا، بسل، جزر، فلفل، كل اصناف الخيار، الطماطم بتنخفض تدريجيا. كل ده بنقوله ليه؟ عشان الناس تبقى فاهمه وعارفه ان انا كان عندي موجه سقيه برضه زياده الطلب في شهر رمضان، وايضا عيد اخواتنا الاخباط، ودول كان الصيام الكبير وكان العيد الكبير بتاعهم، فطبعا ده في زياده. وايضا الحلقات الوسيطه احنا برضه لابد نقول ده، الاسواق العشوائيه، كل ده لازم يكون برضه المواطن والمشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي يعلموا جيدا. لكن احنا بنقول ايه؟ اللي جاي احنا عندنا مشاريع زراعيه، لولا هذه المشاريع احنا كانت الاسعار زادت اكتر مما كانت عليه في الشهر السابق، لان كان عندنا صوت زراعيه، وده اللي عمل لنا اتزان في الفجوه بتاعت انتهاء العروه الشتويه وبدايه العروه الصيفيه. لكن دلوقتي يا استاذ لميس باكد لحضرتك اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنشوف زياده المعارض والانتاج والتحركات السعريه ستكون الانخفاض ان شاء الله. شكرا استاذ حاتم النجيب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه باتحاد الغرف التجاريه، اتصل بيك تاني ان شاء الله لما نعرف اخبار الارقام التضخم بقى للشهر الجاي، وهنعرف احنا بننزل السوق وعارفين.